السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير عليكم ويومكم طيب. اليوم جولة داخل معرض لكافة العروض موجودة، حوالي 60 سيارة حنتكلم عليها ببعض التفاصيل متاحها وسعرها وكل شيء عليها. وما ننسوش طبعا جيراننا معرض غرب طرابلس، حتى هم عندهم عروض الله يبارك، ومعرض عبد الباري ومعز اللي هو متاع السيارات الخيمة والبورتر. طبعا حنعطيكم الأسعار والتفاصيل، وأغلب الأسعار اللي حنعطيها لكم تعتبر أسعار مبدئية. هنتكلم على بعض التفاصيل وباختصار، واللي عجبته حاجة الأرقام موجودة على الصفحة ويتواصل معنا أو يتفضل داخل المعرض. ومرحبتين بكم وتشرفونا وتأنسونا كلكم. نبدأ بسم الله. العرض الأول هونداي توسان 2012 ماشية 165,000 بسعر 35.5. العرض الثاني هونداي سانتا في 2013 كندية بسعر 43,000 دينار ماشية 170 بالكيلو. سبورتاج ماشي 38,000 ميل أمريكية بسعر 62,000. الهونداي سانتا في 2020 ماشي 50 جميع المزايا ماكس بانوراما بسعر 86,000 دينار. هذه بخصوص عروض الهونداي. هنا عندنا عروض الكيا سورينتو 2012-13، طبعا واحدة هذه الأولى بسعر 34,500 ماشي 142، وهذه الثانية ماشي 137 بسعر 37,000 دينار. 2015 بسعر 38.5 سليمة بدون حوادث، محرك 24 ماشية 140,000 بالميل. 2016 ماشية 60,000 بسعر 55,000 دينار. هذه بخصوص عروض الكيا سورينتو. طبعا هنا عندنا عروض تويوتا، طبعا 3 تويوتا فالون. العرض الأول طبعا هذه راه الندوة يا شباب، راه جو مغرب وخلاص تغير الجو. العرض الأول بسم الله ما شاء الله الجنسية هذه ماشية 142 بسعر 53، الثانية بسعر 57 أخضر ومن داخل لون بيج، الثالثة بسعر 75,000 ماشية 23,000 داخلية بيج، وهذه الكامري بسعر 45,000 وماشية 58,000 ميل، كلها عروض أمريكية. عروض تويوتا تندرا، طبعا اللي يبي تندرا 2020 يستنى نهاية الفيديو، راه في حاجة الله يبارك. هذه 2017 ماشية 120 بسعر 125,000 لون أبيض. 2010 ماشي 168 بسعر 74,000 دينار، محرك 57 ورباعي الزوز. تويوتا الراف بسعر 62,000 ماشي 122، تويوتا الاف جي بسعر 65 ماشي 210، وكل المشي اللي قلت لكم فيه حاليا المشي بالميل. هذه عروض بعض عروض التويوتا، لان مازال في تويوتا داخل المعرض. هذه العروض اللي في الساحه الخارجيه للمعرض. مكملين معاكم عروضنا، عروض الكيا الفورتي، عروض المرسيدس، عروض البي ام حتى هي في اللون الازرق، هذه 2013 او 2012. بخصوص الكيا فورتي 2019 ماشي 59,000 جميع المزايا بسعر 55,000 دينار. 2011 ماشي 41,000 عرضت عليكم الايام الماضيه بسعر 28,500. 2016 ماشيه 33 وبسعر 34,000 حتى هي سليمه زي ووتر فلود. البيج هذه ب 26,000 ماشيه 135، وهذه بسعر 31,000 دينار ماشيه 51,000 او عفوا 54، مهم تقريبا 51 او 55 حاجه هيك. بخصوص الكيا سبورتاج 2016 ماشيه 52 جميع المزايا ناقص بانوراما بس بسعر 47,500. 2012 كندية ماشية 170 بالكيلو وبسعر 35,000 دينار. التيجوان حتى هي بسعر 34,000 دينار ماشية 113. وفي عندنا عرض بسعر 6,000 دينار اللي هي البيجو هذه 1007، عرضت عليكم الأيام الماضية كانت فيها مشكلة في الحرارة وعدلناها، غيرنا لها راديتور جديد ومروحة وكل شيء أمورها تمام، سيارة مسرفزة بالكامل وبسعر 6,000 دينار. واللي ناوي الشراء سهل، واللي فلوسه ناقصات يجي ومرحبتين بيه، وما عنديش فيها مشكلة بكل بالنسبة للسيارة هذه زايد ناقص 6,000 وزايد ناقص. الكياريو هذه بسعر 24,000 دينار كندية تقريبا ماشية 130 بالكيلو. اللانترا حتى هي كندية ماشية 121 بسعر 25,000 دينار، محرك 18 مفتاح كود. وهذه عروض الكيا اوبتيما والهونداي ازيرا والهونداي سوناتا. الاولى 2015 اللون الرصاصي
أزواج كوفني براوانتي أمامي ماشي 67 بسعر 26.5، ال 2012 هذه بسعر 25 ماشي 119، هذه كورية محرك 20 بصمة بانوراما جميع المزايا بسعر 32,000، الأزيرا فول أوبشن بانوراما وماشية 140 تقريبا في العداد، صالون خمري، سيارة بسم الله ما شاء الله جاية سليمة، وسعرها 31.5 وحاجة بسيطة سهل. هونداي سوناتا محرك 20 سيارة بصمة بسعر حتى هي 25,000 دينار، والأمريكية بسعر 23,000 دينار. طبعا هذه الميتشي موزا بسعر 26,000 دينار تاع الدار، والتيوتا الخيمة عرضت عليكم حتى هي بسعر 16,000 دينار محرك 22R. الكيا فرسان هذه حتى هي بسعر 21,000 سيارة محرك 30. التيوتا سيانا الزرقاء محرك 33، خليها طبعا مازال في عروض التيوتا انتم مكملين معانا. السيانا هذه محرك 33 بسعر 28.5، وفي اللي بجنبها محرك 35 مستعملة شوية في ليبيا ولكن برسالة مفتوحة سعر 20,000. شوية ملاحظات لناوي الشريك كلمني توم نعطيه عيوبها وميزاتها او يجي يشوفها، سعرها بلاش 20,000 بس وحاجة بسيطة سهل. تندرا رباعي محرك 47 بسعر 35,000 قبينة وربع، وهذه ال 2010 و 2008 قبينة وربع حتى هي بسعر 54. السيكويا بسعر 65، الجيب هذه بسعر 15,000. التيوتا الكامري حتى هي بصمة هذه وفتحة بسعر 37,000، وهذه بصمة وفتحة حتى هي فل جميع المزايا بسعر 33,000 دينار، وهذه 2011 محرك 25 بسعر 33.5. ما تقول ليش ب 33، هاي فيه حتى هذه ب 33 وكل شيء بحقها. الكارولا بسعر 39.5، وفي عندي عرض من الله هيك مازال تبي شوية تشطيب، كان في حد ناوي بيشطبها فيها في نار وشوية براوانتيا، هذه ضربتها السيارة محرك 35 تبي تغيير الديسكوات سيريا جوما، السيارة ماشي 165 طالقينها ب 32,000 محرك 35 والعة قدامكم. الكيا ريو 2016 بسعر 24,000 دينار. الكيا سول والله ما زال ما سعرناهاش، متأسف جدا، اللي يباها يكلمني عليها بالتليفون تنعطي سعرها، كيف درسناها توا وما زال مش مسكرين حسابها، الوحيدة ما عنديش سعرها حاليا. الشفرليت مليبو وادي بسعر 46,000 دينار 2018-19 ماشي 70,000 سيارة بسم الله ما شاء الله جديدة. الجيب شيروكي محرك 57 ورباعي حتى بجميع المزايا وسعرها 39,000 وحاجة بسيطة سهل كويس سعرها وما زالت تحمل شوية. امل 2015 ماشية 87,000 مايل وسعرها 97,000 دينار، كانت ب 98 حاليا 97. مرسيدس سي ال اي 250 2014 ماشي 83 زواج براوانتي خلفي بس سعرها 70,000 دينار ليبي. مرسيدس سي 200 بانوراما فل سيارة بجميع المزايا تعتبر وسعرها 28,000 دينار، استيراد كوريا ماشي 104 بالكيلو، سيارة ممتازة نظيفة درجة أولى. مرسيدس الكاكوية هذه ماشي 44,000 أمريكية ماشيها لصلي بعون الله وسعرها 23,000 دينار. البي ام 320 اللون الأزرق من داخل بيج كندية بسعر 36,000 دينار، ماشي سامحوني نساتها والله، ماشي تقريبا في جو 130 أو 120 وسعرها 36,000 دينار. مرسيدس اي 350 أمريكية ماشية 150 وسعرها 38,000 دينار. وما زال في عرض تيوتا تندرا ل 2020 تو نتكلم عليها، سيارة حتى هي بسم الله ما شاء الله، وهذه عروض من الموجودة داخل المعرض. في سامسونج حتى هي نسيتها والله ما تكلمتش عليها، سامسونج هي الكحلة ماشية 100 وسعرها 17,000 دينار، سيارة كويسة وإن شاء الله تعجبكم. وهذه العروض اللي موجودة حاليا، ومازال في عندنا عرض تويوتا تندرا 2020 أو في نهاية الفيديو حنتكلم عليه، سيارة بسم الله ما شاء الله، طبعا زواج دار سيارة ماشية 48,000 كيف واصلة حوالي لها 10 أيام وحاجة زي كده 15 يوم، سيارة جاية سليمة
سيارة بسم الله ما شاء الله، وكلكم عارفين على الصفحة وشايفين شريتها وشايفين باش مشرية ولون ونظافة وجديدة السيارة طبعا، يعني على قد ما نتكلم عليها شوية، سيارة بجميع المزايا، نجمتين، بصمة، فتحة، شن تبي فيها السيارة، وبيع وشراء بزواق الدار، سيارة جاية شبه سليمة، فيها بروانتي خلفي بس ناقص صدام الخلفي، يعني سيارة من الطروف اللي نادرة، ما بيش نقول من أحسن واحدة خير من نعلق، سيارة بسم الله ما شاء الله، سيارة تبارك الرحمن، ما تقرنش بال 2017، ما تقرنش بال 2014، ما تقرنش بالسيارات المضروبات وباللي فيها مزواق، وانتم عارفين الكلام هذا يا شباب. سيارة مساومة 215,000 دينار، وما زال البيع طالقينها ب 245,000 دينار، واللي عارف روحه يدور في تندرة بالمواصفات اللي قدامكم هذه حاليا، سيارة طبعا عيب لا ولا حاجة مأشرة في العداد ولا أي ملاحظة، يعني نادرة راه سيارة بجديات نادرة، ما تقارنهاش بأي سيارة مثلا ستار فايف أو ليميتد أو بلاتينيوم أو أي حاجة من اللي في بالك في بخصوص التندرة، واللي يشرف التندرة عارفين الكلام اللي أنا نقول فيه. سيارة بسم الله ما شاء الله، إن شاء الله ربي يبارك فيها واللي صاحبها واللي بتكون اللي عندها فيها نصيب فيها. طبعا هي السيارة ما هيش موجودة داخل المعرض، ولكن بيع وشراء والرقم عندكم، واللي عارف روح يدور في تندرة وبالمواصفات اللي أنا قلتها هذه، سيارة موجودة وفي وقت تجي لداخل المعرض. سيارة حاليا خارج المعرض تعتبر، ما هيش موجودة داخل المعرض، واللي يباها يكلمني وفي أي وقت تحضر. سعرها طالقينها ب 245، ومساومة السيارة، واللي مساوم ثابت وموجود، وحتى شريتها أو ده رقم هيكلها، في ناس متابعينها على الصفحة وعارفينها، عارفينها باش طايحة في المزاد، ويعرفوا أن مواصفات السيارة هذه مش زي أي سيارة تانية بصراحة. هيك سيارة بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن عليها. وهذا تقريبا آخر تحديث للفيديوهات اللي نصور فيها، يعني لآخر العروض. مازال في تويوتا فور رونر حتى هي 2006، مش موجودة أمس، عرضت عليكم اليوم ما هيش قاعدة، ولكن غدوة نعاود نصورها في جديد. حاضر، وليلتكم طيبة ويومكم طيب. وطبعا رانا يا شباب باستثناء التندرة هذه، رانا العروض اللي نبيعوا فيها راي كلها عروض مستعملة، وما نبيعوش في حاجة جديدة، ما نبيعوش في حاجة صفار، ويعني كل سيارة وفيها عيوب، فيها ملاحظات، فيها حاجة كلمني اسألني، تو نقول لك على عيوبها نقول لك على ميزاتها، فما فيش داعي تقولي مثلا مشيت وشفت السيارة لقيتها غير صحيحة أو غير أو كويسة أو حاجة من هيك. والسلام عليكم وبارك الله فيكم، وزي ما قلت لكم الأسعار ديما راهي أسعار مبدئية. صباح الخير.